الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. والأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: وتوضئي لكل صلاة، أي لوقت كل صلاة. ما معنى هذا؟ أزيد الأمر إيضاحا فأقول شيئا لعله ينفعكم يا معاشر طلبة العلم. المتقرر باستقراء موارد الشريعة ومصادرها وأصولها وفروعها دلنا على أن الشريعة تعامل المرضى معاملة خاصة لا تعامل بها الأصحاء، فالمريض في الشريعة له معاملته الخاصة. اتفقنا على هذا الأصل؟ فإياك أن تفتي المريض بنفس الحكم الذي تفتي فيه الصحيح. الشريعة ما سوت بينهما، فالذي يسوي بينهما فقد سوى بين مختلفين، والشريعة لا تجمع بين مختلفين، عفوا، والشريعة لا تسوي بين مختلفين كما أنها لا تفرق بين متماثلين. إذن الشيء الأول اعرفوا أن الشريعة تعامل المرضى معاملة غير الأصحاء. الشيء الثاني، الاستحاضة مرض، أليس كذلك؟ إذن المستحاضة نصنفها من هذا القسم أو هذا القسم؟ من قسم المرضى ولا من قسم الأصحاء؟ المرضى. قسم المرضى. إذن لابد أن نعامل المستحاضة معاملة خاصة. طيب ما هذه المعاملة الخاصة؟ نقول معاملتها في طهارتها، لأن حدثها دائم الجريان، فلو أننا أوجبنا عليها الوضوء كلما خرج حدثها وكلما أرادت عبادة تشترط لها الطهارة فإن ذلك يحصل عليها فيه من المشقة والعنت والحرج ما هو مرفوع شرعا. فإذا لابد أن نخفف عنها في طهارتها، فكيف نخفف عنها في طهارتها؟ قالوا بأن نكتفي منها في الوقت كله فيما ستفعله من العبادات في هذا الوقت بوضوء في أوله فقط، ونجعل خروج حدثها وإن كان موجودا حقيقة إلا أن حكمه مرفوع، فهو يخرج ولا ينتقض الطهارة لأنها مريضة ونحن نعاملها معاملة المرضى. أنتم معي في هذا؟ فالمستحاضة يجب عليها أن تؤخر وضوءها حتى يدخل الوقت، فإذا دخل الوقت تستنجي جيدا وتتحفظ بحفاظة تمنع خروج الدم، ثم تتوضأ وضوءا واحدا، ثم تفعل ما شاءت من الفرائض والنوافل في هذا الوقت حتى يدخل الوقت الثاني فتفعل فيه كما فعلت في الوقت الأول. فإن شاءت أن فتصلي فريضة الوقت بهذا الوضوء، وتصلي النافلة القبلية بهذا الوضوء، وتصلي النافلة البعدية بهذا الوضوء، وإن شاءت أن تطوف بهذا الوضوء، وإن شاءت أن تقرأ القرآن في نفس الوقت بهذا الوضوء، وجميع ما تشترط لها الطهارة، فلا يلزمها تجديد وضوء. لما أسقطت عنها تجديد الوضوء؟ لأنها مريضة والمشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع، وما جعل الله علينا في الدين من حرج. هذا قوله في قول هذا معنى قوله وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة فقط. فكم يجب عليها أن تتوضأ في اليوم والليلة؟ خمس مرات فقط.